الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة طيور الزينة في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد. بقالنا فترة بننزل فيديوهات صوت بس، وبقالي كتير ما طلعتش شفتكم ولا شفتوني. قلت النهاردة اعمل لكم فيديو من عند العصافير، نتعلم فيه مع بعض حاجة جديدة. موضوعنا النهاردة هيبقى عن الوراثة. بس في البداية، لو انت ضيف جديد عندي واول مرة تشوفني، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد القناة بتقدمه وانت تستفاد بيه. النهاردة يا شباب هوريكم جوازة انا جوزتها كده، جوازة جوزتها لبعضها وطلع منها انتاج، فهوريكم الانتاج ووريكم التركيبة اللي انا عملتها دي تركيبة عاملة ازاي، ونشوف الانتاج مع بعض ونشوف الذكر ايه والنتاية ايه والناتج منهم كان ايه. ده يا شباب الجوز اللي الفيديو بتاعنا عليه النهاردة. الجوز ده عبارة زي ما انتم شايفين كده عن الذكر، الذكر الموف، والموف ده درجة من درجات الأزرق زي ما احنا عارفين، ده عامل مظلم مزدوج. وكمان الذكر ده بيحمل لطفرة تانية اللي هي اليالو فيز، والذكر ده في ناس كتير بتستخدمه في انتاج الشكري برصاصي، يعني ذكر زي ده ممكن تستخدمه في انتاج الشكري برصاصي. اما النتاية بقى واللي هي عبارة عن باندد، والباندد طفرة من الطفرات السيدة مندمج معاها طفرة الاسبانجل، ودي برضو من الطفرات السيدة. ونفهم من كده ان الطفرتين السيدين اللي هم الباندد والاسبانجل ممكن يندمجوا مع بعض في عصفور واحد، زي ما انتم شايفين في النتايج كده، ادا الباندد والعلامات اللي موجودة على الجناح علامات الاسبانجل. طب ده بيجي ازاي؟ ده بيجي عن اننا بنجوز، يعني النتايج دي الذكر بتاعها كان ذكر باندد اخضر دبل فيكتور، اما امها اللي هي النتايج فكانت اسبنجل ازرق. فما الجوازة دي تمت حصل اندماج بين الطفرتين اللي هي طفرة الباندد وطفرة الاسبنجل، نتج عنها عصفور باندد، والنقش اللي على كتفه زي ما انتوا شايفين كده نقش اسبنجل. فاحنا جوزنا الجوزين دول لبعض، زي ما قلنا الذكر ازرق موف والنتاية اخضر باندد اسبنجل، ولكن هي حاملة لطفرة الازرق، لان زي ما احنا عارفين ان الازرق متنحي، وبما ان النتاية دي كان في طرف من الابوين عندها بيحمل درجة الازرق، فاذا هي اخضر ولكن هي بتحمل لطفرة الازرق اللي هو المتنحي. وتعالوا بقى نشوف الانتاج، واللي هو يعني هيفاجئكم الانتاج، نشوف ايه اللي حصل في انتاج مع الجينات دي مع بعضها واتفكت من بعضها ولا لا. زي ما انتوا شايفين ادا فرد من الانتاج، الفرد عبارة عن ازرق كوبالت باندد سنجل فاكتور، وطلع سنجل فاكتور زي ما انتوا شايفين كده. ده فرد من الانتاج، انا قلت لكم الجوازة كانت ازاي والاهالي كانت عاملة ازاي، وده فرد من الانتاج. تعالوا برضو نشوف فرد تاني من الانتاج. هو الجزء ده ما شاء الله جايب اربع حتت، هنشوفهم حتة حتة او خمس حتت كمان. ده فرد اسبنجل، هنا بقى زي ما انتوا شايفين الفرد اللي طالع طالع اسبنجل خالص من غير الباندل، وده دليل ان الجينين اللي بتحملهم الام انفصلوا عن بعض زي ما انتوا شايفين، وطلعهم اسبنجل موف. وطبعا هو ورث الموف من الاب، وكمان ورثوا من الام اللون الازرق، لان الام بتحمل لصفة الازرق. ده كده فردين. نشوف واحد كمان، ده فرد تاني يا شباب، ده موف باندد دبل فاكتور، واخد الطفرة السيدة اللي هي اليالو فيس من الاب، شايفين؟ ده المطلوب في انتاج الشكر المرصاصي. طبعا ده طالع ذكر، طبعا ده لو جوزناه للانتاية نفس الاب الانتاج كله بامر الله هيبقى شكر برصاصي. تعالوا نشوف باقي الانتاج. ده يا شباب حتة كمان عبارة عن اسبنجل، ولكن ورثت اليالو فيس من الاب، فبقى اسبنجل حامل لطفرتين، حامل الفرد زي ده حامل لثلاث طفرات، طفرة الاسبنجل بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وطفرة الموف اللي هي من درجات الازرق، وطفرة اليالو فيس اللي هو الوجه الاصفر، ودي ورثها من الاب. وزي ما انتوا شايفين كده مطلعين طيور منظرها جميل جدا، اسبنجل مختلف عن الاسبنجل اللي احنا بنشوفه العادي، شايفين النقش اللي على الجناح، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. يعني انا بشوف الاسبنجل ده ما يقلش جمال عن الرينبوهات، شايفين المنظر، عباره عن تحفه. وانا بوريكم الفيديو ده عشان تعرفوا ان انت ممكن من حاجات بسيطه
تطلع طيور جميلة عندك، بس إن أنت تشغل دماغك في الطفرات شوية. شايفين منظر الفرد عامل إزاي؟ نشوف حتة كمان، دي آخر حتة معانا يا شباب. الحتة دي عبارة عن إنها موف، ممكن ناس كتير تتخدع فيها ويتقال عليها ده كلير وينج أو فول بودي، لأن العلامات زي ما أنتم شايفين ممسوحة كده، ولكن ده برضه اسبنجل ولكن علاماته ممسوحة. لو بصينا كده لجناح الطير، الريشة من تحت فاتحة ومن طرف الجناح غامقة، ولكن غمقانها بقت شوية، فيديك إيحاء إن هي كلير وينج، ولكن ده برضه اسبنجل. وده الإنتاج كله اللي طلع من الجوازة اللي أنتم شايفينها دي. بعرفكم في الفيديو ده إن أنت ممكن بحاجات بسيطة، يعني دي كلها طيور عادية، الجوز ما يكملش 100 جنيه، ولكن بتنتج منها ألوان كويسة ومميزة. لو انت حابب ان انت تطور في الغية هتطور حتى لو بحاجات بسيطة، وتبقى كده انت خدت فكرة من الفيديو ده او معلومة من الفيديو ده، ان البندد مع الاسبنجل احيانا بيندمجوا مع بعض وبيطلعوا الشكل اللي انت شايفه زي الشكل اللي انت شايفه في النتاية ده بالظبط، بندد والعلامات اللي على الجناح علامات اسبنجل، الطفرتين من الطفرات السيدة، وبيندمجوا مع بعض وبيطلعوا الشكل الجميل ده. وكده يا شباب يكون فيديو النهاردة انتهى، أتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومات. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.